بس كلام. مرحبتين بي، صح فطوركم. صح فطورك، مرحبتين بيك. من اسمك او شن اسمك؟ محمد. من اسمك قوية، من اسمك دي ايمان محمد. ايمان محمد، شن حالك ايمان محمد؟ الله يبارك فيك. الحمد طبعا الله. سؤال الاسماعيل المعتاد، شن درت على فطور؟ شن درت على فطور؟ درنا كل خير. بح سمين بس حتى نبو ثلاثة حاجات اربع حاجات درتيهم منتك ولا حاجة واحدة عادي يعني. خبزة محشية، بوريك، شربة، ورز بلاو. الله يبارك. سمحتين تو يا ملاك. ايمان. يا ايمان. ايوه. هذا المتر التو بنسحبوا لك احنا ورقه، يا سؤال يا تحدي يا مش عارف شو بيقولوا لي هذيك. اي حاجه ان شاء الله خير. ان شاء الله تعرف تشاهدي فينا ولا عندك؟ لا غادي والله. باهي السي هي طبعا تو اسماعيل سحب الورقه عندي ني هاي عليك مو هذه. طيب تكرار تمام، ركزي معايا ايمان. ماشي. جمله تعوديها خمس مرات. باهي ان شاء الله سهله. عندنا سوسه وقاضي سوسه عنده سوسه. سوسه قاضي سوسة. شوية شوية بر شوية. إيمان 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 ركزي معايا. أيوه. بس عندنا سوسة وقاضي سوسة عنده سوسة. عندنا سوسة قاضي ايه؟ سوسة عنده سوسة. إيه واحدة. عندنا واحدة. عندنا سوسة قاضي سوسة عنده سوسة. عندنا سوسة قاضي سوسة عنده سوسة. عندنا سوسة قاضي سوسة عنده سوسة. قديش نربع الخمسة؟ هذا مربع نزلت واحدة الأخيرة هي. عندنا سوسة قاضي سوسة عنده سوسة. خسر ولا فايزته؟ ترى فايزة عشان اول مره اتصل بك. يلا فزتي معانا، دخلتي للسحب يا ايمان وموافقه ان شاء الله. مش بس كلام.